الناس بزاف تعرف البقلاوه في امريكا، ولكن يعرفوا البقلاوه التركيه، ما يعرفوش البقلاوه الجزائريه، لانه هنا في نيويورك قلال المطاعم الجزائريه. سميناها كاسبا لان كاسبا معلم ونقطه في الجزائر اللي يعرفوها الناس كاع، وتعبر على ثقافه الجزائر. ان كاشي في الثقافه الجزائريه. القصبة وانا وليد واللي صار يصير واللي صار يصير، حياة الشباب في دار ما ننساش الخير ما ننساوش الخير. كاسبا كافي فتحت في لو موا دو جوان، يعني في شهر جوان 2021 بدينا كوفي شوب، يعني هو فيها خليط ميديتيرانيين، ولكن كانت لاطوش يعني الجزائرية فيها، مقروط، بقلاوة، بلوز، حلوية جزائرية. ومن بعد مع وصل رمضان فكرنا قلنا نديرو رمضان، ندخلو الفطور تاع رمضان، وبدينا نكبروا من هذاك الوقت. كاين ناس، كاين جزائريين جاوا قال لك علاش ما تكبروش، وعلاش ما ديروش حاجه اكبر، قدموا اطباق جزائريه، لانه هنا في نيويورك قلال المطاعم الجزائريه. توحشت انا حومتي ونسيا الحباب، زنخت الكرمة عميرتي ودموعي زراب. وانا من يعني من 2015 اللي بدينا في هذا المشروع، يعني ما كانش غير في 2021، 2015 قررنا انا وزوجتي نفتحوا بزنس وين كنا نخدموا الحلويات الجزائريه، حتى الحفلات تاع الكونسولا، الحفلات تاع الامباساد في اليوان، خدمنا مع مطاعم في منهاتن. بدات الفكره من تما، خدمنا واحد 5 سنين 6 سنين بهذا الطريقه، وبعد فتحنا كاسبا كافي. ربي يا كبير ربي يا كبير. شعيب من جيجل، ولاية جيجل، صديقي اتصل بيا عطاني لادريس، جيت له اول مره وعجبتني ما شاء الله. كسكس باللحم، الأكلة المشهورة. توحشت، عندي 5 شهور درك ما كليتهاش ولا قبل. ما شاء الله، تقول ناكل فيه في الدار يعني. المأكولات اللي نقدموها في كاسبا كافي، احنا حبينا نديرو يعني التراديسيونيل، الحاجة القديمة، في نحييو ونعاودو نحييو الأشياء، الأطباق القديمة في المطعم الجزائري. نديرو الطعام كوسكوس، نديرو رشتة، نديرو شخشوخة، متوم، بالإضافة إلى أطباق أخرى متنوعة، ولكن نركزوا على هذه الأطباق اللي الناس الجزائريين هنايا راه متوحشينها، وما كانش مطاعم جزائرية تقدمها. وثانيا هي اللي نقدموا هذا المطعم الجزائري، هذا الاطباق، هذه الثقافه الجزائريه ليزيترونجي. احنا هنا ما عندنا الزبائن يعني خليط، ماهوش جزائريين فقط، عندنا خليط من الامريكيين، والامريكيين نفسهم هم خليط، عندنا ناس من فرنساويين، عندنا ناس من امريكا اللاتينيه، عندنا ناس بزاف اللي كانوا ما يسمعوش حتى بالجزائر، ما يسمعوش منطق بالجزائر، ولكن معروف عند الامريكان انهم يحبوا يكتشفوا هذه الاشياء، الثقافات والمأكولات. I always come in here and get a cup of coffee black, that's the way I like it. But the owners of this fine establishment welcomed me like almost family. And I come every I was coming every single day just for the hospitality. I told the owners that it felt like a second home. I have my own place, but this felt so comfortable here, very relaxed, and
very warm and it's a beautiful environment. And then once I started trying all the different foods, I had the lamb with the couscous and the vegetables. And yesterday I had some chicken and roasted potatoes, which is phenomenal. Cooked perfectly, juicy, moist, and very flavorful. As long as the many pastries that they make here, from tiramisu to different types of ethnic cookies that they have here. I don't know all the different names, but very hard-working people, and they put a lot into it. You could tell, as a chef of 20 years, they put a lot of passion into their food. جاءوا ناس هنا وعرفوا الجزائر وعرفوا الأطباق الجزائرية ولا يجي ويعود يرجع ويدي المقروط ويدي ويدي قلب اللوز المرقاز راهو يعني بطريقه او باخرى معروف شويه ما معروفش يعني عند الجزائريين وحدهم معروف عند التوانسه معروف عند المغاربه ولكن كاين ناس اكتشفوه هنا في كاسبا كافي اللي هي مطعم جزائري الحلويات البقلاوه الناس بزاف تعرف البقلاوه في امريكا ولكن يعرفوا البقلاوه التركيه ما يعرفوش البقلاوه الجزائريه هاد الشيء اللي دا ناس بزاف يبحثوا اللي اكتشفوا الاكل الجزائري المطعم الجزائري في الكاسبا خلاهم يروحوا اونلاين ويبحثوا ويشوفوا الجزائر موسيقى كذلك يسمعوها هنا في الكاسبا يسمعوا الترقي يسمعوا شاوي يسمعوا القناوي يسمعوا شعبي والناس بدات تكتشف حتى الاشياء الرسم وجايبين حوايج يعني اوريجينال من الكاسبا الات موسيقيه للناس تسالنا وحنا نقدموا تعريف للجزائر والثقافه الجزائريه يعني ما راهيش حبسه في الاكل فقط ان الهمية يكبر يعني انا بعيد شويه على هنا انا ساكن في بروكلين يعني طونك نتمنى يعني كما نقولوا تعمم يكونوا شغل مطاعم جزائريه شغل في لي بوين كامل يعني منتشره ماذا بيا نرجع كليمانيين يعني هذا هو واش نتمنى انايا جزائر وحنا ولادها البهجه وحنا ولادها ربي يا كبير ربي يا كبير مرحبا بكم في كاسبا سواء تجيو القهوة ولا لاتاي ولا دي قاطو أو أكلات جزائرية أو تلتقي بأصدقاء جزائريين رأنا في كوينز ساني سايد 3919 جرين بوينت أفنيو ساني سايد 11104 نيويورك